السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: 14,000 مسؤول فاسد في العراق، من هم؟ مشاهدينا، يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا، أقرت هيئة النزاهة البرلمانية بتورط أكثر من 14,000 مسؤول فاسد في العراق، ارتكابهم جرائم فساد إداري ومالي بحسب التقرير الذي صدر من لجنة النزاهة البرلمانية. وبحسب لجنة النزاهة فقد تورط 14,484 وزيرا ومسؤولا فاسدا، من بينهم 55 وزيرا بتهم فساد مالي وإداري. أيضا من ضمن هذا الرقم هناك 350 فاسدا من يتسنمون مناصب بدرجات وظيفية مختلفة، من ضمنهم الدرجات الخاصة. طبعا هناك مدراء عامون، وهناك أيضا مسؤولون في داخل هذه الدولة متهمون بارتكاب جرائم فساد إداري ومالي واختلاس للمال العام. أكثر من 14,000 مسؤول فاسد بحسب لجنة النزاهة، يعني رقم حقيقة مخيف. ومع هذا يطرح تساؤلات تتعلق بحقيقة هذه الأعداد. هل هي هذه الأعداد التي يعني تكشف حقيقة الفاسدين الموجودين في العراق، أم أنها ربما جزء يسير أو بسيط من أعداد الفاسدين بشكل عام الموجودين في العراق؟ هل هذا العدد يمثل جميع الفاسدين؟ هل هناك فاسدون لم تكشف عنهم هيئة النزاهة، باعتبار أنها هذه أو أنها جهة تتأثر أيضا بالفساد، خاصة باعتراف سابق للنائب البرلماني مشعان الجبوري النائب السابق، الذي قال بأن لجنة النزاهة تحتاج إلى لجنة نزاهة لمراقبة أدائها وعملها بسبب شبهات الفساد التي تحوم حولها. وبالتالي هل لجنة النزاهة بمعزل عن التأثرات بالفاسدين والفساد؟ هل كشفت الأرقام الحقيقية؟ هل تسترت على مسؤولين فاسدين آخرين؟ طيب، من هم هؤلاء الفاسدون الذين تحدث عنهم تقرير لجنة النزاهة؟ لماذا لم تكشف أسماءهم للرأي العام؟ لماذا لم تتم محاسبتهم علنا أمام الرأي العام؟ هل موقف الحكومة الحالية، حكومة محمد الشاع السوداني، من هذه الأرقام ومن هذا التقرير سيكون موقفا إيجابيا نظرا للتاريخ القريب الذي أثبت أنه تعامل بأداء وصف بالسيء، خاصة فيما يتعلق بما يسمى بصفقة القرن التي تنازل عن الحق العام فيها وأطلق سراح نور زهير ومن تورطوا أيضا بما يعرف بصفقة القرن من مسؤولين فاسدين في هذه الدولة، وعاد كل شيء كما يكون بالنسبة لنور زهير وغيره. والسؤال هو أنه هل هذه الحكومة جادة أيضا بمحاسبة الفاسدين، بمحاربة الفساد كما وعد محمد الشاع السوداني في أكثر من مرة؟ هذه الأسئلة ننتظر مشاركات حضراتكم مشاهدينا الكرام للإجابة عليها، وإبداء الرأي بشأن هذا الموضوع، موضوع الفساد. هل هذه الأرقام التي كشف عنها أرقام منطقية بالنسبة للمجتمع العراقي، تختصر الفاسدين في تقرير واحد، أم أن الفساد أصبح أسلوب حياة كما صدر أيضا عن لجنة النزاهة؟ دعونا الآن نتابع رأي بعض العراقيين الذين سألناهم في داخل العراق عن رأيهم بالفساد ومستواه، وإلى أين وصل في داخل هذا البلد، وكيف يمكن أن يحارب، وكيف يمكن أن يتم التصدي له. دعونا نستمع إلى هذه الآراء ثم نعود. احنا اليوم نناشد السيد وزير الداخلية والسيد رئيس الوزراء بأن يعني يشوفون العراق بيوتهم، ويشوفون العراق بين أولادهم وابنائهم، لأن الفساد أكثر ما أخذ من الإعمار ومن البناء. وقاعد نشوف اليوم إذا الفساد خف وانقضى على الفساد، العراق يكون بأحلى صورة بكل شيء، لأن هو اليوم لو ما الفساد كان الإعمار أزيد من هذا اليوم، كان الإعمار شوف
الشوارع العراقية والأحياء كلها متكاملة، بس هو شنو اليوم المقاول يلزم شغل الوزارة أو الاستثمار راح يقاسموه بالمقاولة، فالمقاول ما راح يشتغل بصورة صحيحة. هنا صار عندنا الفساد أخذ مبالغ المقاول ما راح يقدر يعمل، ونشوف هاي الشوارع وهذا المباني وهاي الوضع العراق بأكمله خارج يعني دعنا عن المحافظات الجنوبية اللي هي تعبانة حيل مثل محافظة الديوانية اللي كل يوم قاعدة نشوفها بشاشات التلفزيون بالقنوات الفضائية يحجون بها بالفساد وهي ما بها أي إعمار وأي بناء. فإحنا نتمنى من الحكومة العراقية أن تضع حل لهذه الناس اللي قاعدة تحرم الشعب من كل شيء. إحنا اليوم مو كل نقول إن كل الأحزاب، لا، أكو أحزاب محبة، أكو أحزاب وطنية، أكو أحزاب تحب تعمر، تحب تشوف العراق بصورة غير صورة، وأكو أحزاب لا، هي أساس الفساد، هي أساس يعني تهديم البلد. فأكو لا أحزاب تتبنى العراق بغير صورة، مثل تشوفها مثل صورة دول الخليج، مثل ما تشوف دول الغربية دول العالم، بس ما بيديهم شيء. اليوم أكثر الأحزاب أغلبية الأحزاب السلطة لأن هي لازم زموم الأمور كلها، فتكون هي من ضمن الفاسدين. وإن شاء الله إحنا نتأمل خير بالقادم ونشوف العراق بغير صورة. هسه احنا ندخل بداية الموضوع على النسبة اللي أنطتها هيئة النزاهة بخصوص وجود 14,000 عنصر فاسد، فهذا يعني أقدر أقول لك الرقم يعني تخميني وما حقيقة الواقع، فأقدر أقول لك بأنه يعني الجهات المسؤولة اللي موجودين بالعراق خلال الوقت الحاضر يعني أقدر أقول لك عليهم كلهم فاسدين، يعني وإن كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة فهو مع الفساد يعني. ونتخذ المكانات الموجودة اللي منتشر فيها الفساد يعني أولاً يعني بدون تحفظ، يعني مجلس البرلمان يعني هو اللي عدد أعضائه يعني ما يقارب 300 وكسر، فكل الأمور اللي يتبناها مجلس النواب يعني هو كلها إلى علاقة بالفساد أولاً، يعني من ناحية الرواتب اللي يتقاضاها أعضاء البرلمان يعني بصورة طاغية كلش، يعني انبدت يعني آخر الإحصائيات لمجلس البرلمان ورواتبهم 180 مليار أعتقد يعني حسب ما طلعت بالأنباء، وهاي الرواتب كلها ما يتقاضوها بصورتها الحقيقية وقيامهم بالعمل اللي يستحق أن ينطيهم هذا الراتب من خلال الجهد اللي يبذلوه، فما أعتقد يعني. وبالإضافة إلى ذلك يعني حتى الوزراء يعني اللي موجودين حاليا هم ما مأدين دورهم بصورة صحيحة ويتقاضى الراتب يعني بدون استحقاق، فهذا أيضا نوع من الفساد. وكذلك حتى دوائر الدولة الخدمية الموجودة حاليا بالعراق هو لو كان يعني يعمل بصورة صحيحة لخدمة أبناء الشعب خليه ينطي الراتب ويستحقه، ولكن صدق يعني بعضهم قاعد على الميز وما يعرف شكو ماكو وصاير بالشارع العراقي. فهاي الهيئة لما ننطلق هذا الرقم يعني مو أقول لك مبالغ به، يعني يفوق ما انطت هذا الرقم اللي موجود من ناحية الفساد المستشري بكل دوائر الدولة، وهاي من قبل يعني أقدر أقول لك 15 سنة 20 سنة هو موجود الفساد، فليش نستغرب يعني من وجود الفساد؟ استمعنا مشاهدينا الكرام إلى حديث المواطنين العراقيين بشأن رأيهما فيما يتعلق بالتقرير الذي صدر عن لجنة النزاهة بوجود أكثر من 14,000 مسؤول فاسد في العراق.
أحد الأخوة اللي تحدثوا بالمقطع وآخر جزئية ذكرها يقول إحنا ليش مستغربين أو ليش البعض يستغرب من وجود فساد في العراق؟ صراحة يمكن قد يكون الرد على هذه الجزئية أنه لا يوجد استغراب بقدر ما يوجد تساؤل بشأن هذه الأرقام التي صدرت، بغض النظر عن يعني مدى دقة هذه الأرقام فيما يتعلق بأعداد الفاسدين من المسؤولين الموجودين في العراق طيلة 20 سنة أو قرابة 21 سنة التي تلت الاحتلال، لكن مع هذا رقم ليس بقليل أيضا، 14,000 شخص تبوأوا مناصب في هذه الدولة، إن كانت سيادية إن كانت في مؤسسات الدولة بمناصب أيضا رفيعة، إن كانوا مدراء عامين إن كانوا بدرجات خاصة أو غيرهم، هؤلاء مسؤولون وأداروا هذه الوظائف التي تبوؤوها أو المناصب وجنوا من خلالها الله أعلم كم هو المبلغ الذي قد تورطوا به هؤلاء فقط الذين وردوا في تقرير لجنة النزاهة. طيب خلونا نسمع رأي السيد أبو أحمد من بريطانيا، تفضل يا أبو أحمد حياك الله. حييك أولا سلام الله وبركاته. وعليكم السلام. وعلى أمة محمد. علينا وعليكم أجمعين أبو أحمد. وعلى أهلنا المظلومين في غزة، اللهم فرج عنهم. آمين. يا رب العالمين في أقارب الشهر الفضيل. أستاذ محمد العزيز، هو الفساد بدأ من جايتهم لأنه واقعوا على محتل يحتل بلدهم. فالفساد بادي من البداية، يعني هو الفساد ما يحتاج لوقت، هم جوا هم أسسوا الفساد. ولكن أكثر فترة زاد فيها الفساد بولاية الهالكي، عفوا المالكي، أنا أسميه الهالكي حضرا، المالكي الثانية اللي صارت عيني عينك يعني. يعني أنا من الطرائف اللي أحكي لك إياها، هي طريفة مبكية مو طريفة مفرحة. واحد من اللي يعرفهم بالنزاهة في أحد المحافظات وين ذكرها تحفظا للشخص هذا قال إحنا عندنا ملفات فساد، كل من استفلس نطلع لنا ملف نروح نشاوم صاحب المفسدة نأخذ من عنده 5,000 10,000 دولار ونسكت وهكذا. يعني هو النزاهة يحتاج لها نزاهة. نعم أني هذا الكلام أريد أتناقش وياك سيد أبو أحمد والوقت عندنا إن شاء الله. أحد الأخوة اللي يتحدث بالمقطع مثل ما ذكرت قبل لحظات يقول ليش البعض يستغرب، مثل ما تفضلت حضرتك موضوع الفساد أصبح أمر واقع في العراق معترف به دوليا، يعني تم تصنيف البلد من أفسد بلدان العالم، فهذا الأمر صار منطقي وواضح للجميع. لكن الأعداد اللي صدرت بتقرير لجنة النزاهة، أولا لجنة النزاهة ما كشفت من ذولا المتهمين بالفساد حتى يتم مكاشفة ومصارحة الرأي العام المحلي، ثانيا ما شفنا هذا القضاء لزم على الأقل 5 منهم، 1 منهم عمي مو 5، وحاسب على الجرائم اللي ارتكبوها بشأن هدر المال العام أو سرقته أو غيره. طيب لعد ليش شنو قيمة هذا التقرير؟ أريد نفتهم. هذا محمد العزيز أنا ذكرت لك النزاع، أنا أعرف أكثر من واحد يقول إحنا الفاسد إحنا نساومه يدفع لنا أكو بالغ توصل لحد 500,000 دولار إلى 3-4 مليون دولار على مود نغطي عنه في يذكر اسمه، هذا يعتبر بالنسبة إلى مصدر عايش عليه مصدر سحت إن شاء الله يعني. هذا فلذلك التنور جوهر سوينه ليس من الجبوري وينه صحيح، مش عن الجبوري خو قال كلنا فاسدين لا استثني أحدا منهم. فهاي الشغلة يعني أنا ما مستغرب، أنا متأكد أنه من وافق على احتلال بلده يكون فاسد منا أنا إلى يوم الدين، ولا أن يقتلع إن شاء الله، يعني إن شاء الله قريبا ينقلعون من هذا. يعني يبقى اللي يريد نناقشه أنه بما أنه حضرتك تفضلت وهذا الأمر ذكره كما قلت نائب سابق في البرلمان مشعان الجبوري اللي قال بأنه لجنة النزاهة تحتاج إلى لجنة نزاهة لكشف الفساد، لكن احنا نقول انه لما تصدر هذه التقارير الا ايضا تطرح تساؤلات بشان مدى مصداقيه لجنه النزاهه بشان هذه الاعداد، هل وردت ضمن هذه الاعداد اسماء ربما هم بعيدون عن الفساد مثلا او بدافع الانتقام او بدافع الصراعات السياسيه ادرجت اسماءهم مثلا؟ طيب ماذا عن كبار الحيتان الفاسده في الدوله؟ ماذا عن نور الملكي على سبيل المثال؟ ماذا عن ابراهيم الجعفري؟ ماذا عن حيدر العبادي؟ عادل عبد المهدي؟ اللي كلهم عليهم ملفات فساد ومتورطين بسرقه المال العام، وينهم؟ اسمائهم وينها؟ ذولا هم رؤساء العصابه، شلون في رئيس اذا رئيس العصابه يلزم الفيلم ينتهي،
هذول هم اللي يقودون هاي الحلقة من الفساد، وهم اللي أسسوا لهاي الحلقات من الفساد. يعني حنان الفتلاوي عنده فيديو سابق مع شو اسمه نسون الدملوجي، تقول أنت لا تقولين إحنا كلنا تقاسمنا الكعكة، كل واحد أخذ مالاته وأخذ كذا. يعني أنا اللي أتعجب عليه، يعني يتبجحون، يعني يتبجحون وبدون خجل. مثل هذا العاملي يقول إحنا كلنا فاسدين، المالكي عنده تسجيل يقول إحنا كلتنا فاسدين. تتأمل من هيك ناس، دول عصابة لعنة الله عليهم. ورمضان كريم عليك أستاذ محمد العزيز. شكرا جزيلا سيد أبو أحمد، أشكر حضرتك للمشاركة ويانا السيد أبو علي من واسط. تفضل يا أبو علي، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام. حضرتك مساء الخير. مساء النور، حياك الله. أهلا وسهلا. رمضان كريم ومبارك عليكم. علينا وعليكم إن شاء الله أجمعين. أستاذ محمد، بالعراق ماكو لجنة نزاهة، وأساسا ماكو نزاهة. وبالعراق ماكو يعني ماكو محاسبة من الجمهور. يعني في كل دول العالم الآن أي وزير أو أي مسؤول في حزب وغيرها من يطلع عليه فساد مستقبله السياسي ينتهي. يعني مثل عندك ناظم الزهاوي ببريطانيا اللي صار رئيس حزب العمال وطلعت عليه فساد، مو فساد هو أنه ما مسدد الضريبة لكن متأخر، حتى مستقبله السياسي انتهى. لكن بالعراق لا، احنا بالعراق الفساد نخلق الفساد ونشارك الفاسدين، وبعدين الدولة العميقة اللي هو رئيسها نور المالكي ياخذ ملفات الفساد يساوم بها السياسيين الموجودين في البلد. يعني مثلا واحد ما يريد يصير وزير يشيل ملفات الفساد يوديها للنزاهة، بس يطلع المسؤول من النزاهة يقول هذا فلان فاسد على ملفات كذا، بس ما يحاكمه طبعا لان هم كلهم شركاء. طيب راح اعطيك مثال انا رصدته بمواقع التواصل الاجتماعي، واكيد اغلب اللي يشاركون في مواقع التواصل الاجتماعي من العراقيين اللي يتابعون النائبه عاليه نصيف راح يفتهمون شنو القصد من هذا الكلام. عاليه نصيف نائبه برلمانيه المفروض عندها حصانه، والمفروض النائب البرلماني المنتخب من الشعب لا يخشى من طرح الحقيقه. هم كلهم ما شاء الله يطلعون في وسائل الاعلام يعني يستعرضون بطولاتهم وعضلاتهم. عالية نصيف وظيفتها في مواقع التواصل الاجتماعي تطرح القضايا المتعلقة بشبهات فساد أو ملفات فساد حقيقية موجودة على أرض الواقع لأصحابها من المسؤولين، وتطرح مجرد تضع بين هلالين بين قوسين أول حرف من اسم المسؤول اسمه ولقبه، أول حرفين، الحرف الأول من اسمه والحرف الثاني من اسم أبوه أو لقبه، تشير إلى هذا المسؤول أنه هي ترى الملف جوا إيدها، الملف جوا إيدها، والمقصود قاف سين ميم عين كذا، دير بالك يعني حضر المالات حتى نسد الملف. هذا تم تشخيصه في مواقع التواصل الاجتماعي من تغريدات النائبة عالية نصيف اللي تكشف بها حالات. ليش ما تصارح الناس؟ طيب ليش ما تقول من هذا المسؤول الفاسد لو لأنها تريد تبتز هذا الشخص؟ هي أساسا لو يشتغلون لمصلحة البلد كان لجنة النزاهة نفسها والقضاء المفروض هو قضاء نفسه هو اللي عاقب الفاسدين. بس احنا ترى ماكو واحد فاسد عاقبوه، كلهم يقول والله احنا عندنا ملفات فساد. لا، وبعض الاحيان شو يسوون؟ يذكرون اسماء حتى يقولهم يا انتم لفوا جوالاتكم وطلعوا برا العراق. عاليه نصيف وغير عاليه نصيف هي تستجدي بوسائل التواصل. يعني مثلا حشاك انت استاذ محمد ميم هذا عليه ملف وذكرت ملف الفساد. نعم. يجي استاذ محمد ها شاب فلوس وشيل ملف الفساد. صحيح صحيح. هذا تستجدي يعني بوسائل التواصل، اما غيرها لا، غيرها لا، غيرها يقول يا انا الف اضم الملف يمي حتى بعدين انا اساوم به الكتله السياسيه. هذا اللي يسعى الى شيء اكبر. طيب انا هسه اريد اسالك برأيك بخصوص تقرير لجنة النزاهة اللي ذكر وجود أكثر من 14 ألف مسؤول فاسد في العراق، من بينهم 55 وزير، 55 وزير عليهم ملفات جاهزة ومؤكدة بتهم فساد ثبتت عليهم، ليش ما شفنا واحد منهم على الأقل تم محاسبته أمام الرأي العام؟ هذا استاذ محمد بالنسبة للجنة النزاهة وتصريحاتها هي مجرد مثل باراسيتامول او البروفين لتنقيل الشعب، لا اكثر ولا اقل. احنا ندري كشعب عراقي ندري ماكو احد يتحاسب، ماكو احد يتحاسب من الفاسدين، ولا راح احد يتحاسب، لان الدوله هذه لحد الان ما وصل للحكم من هو ابن البلد. كل اللي وصلوا هم كانوا سواء بالخارج او اساسا هو وصل لمجلس النواب وللوزاره حتى يفيد حزبه
ولذلك لو تلاحظ انه ليش هم يتوازعون الاحزاب يتوازعون الوزارات مو لاجل خدمه المواطن لكن لاجل تمويل الحزب من اموال الدوله اللي تسمى بين قوسين هي مجهول المالك حتى يمول حزبه يستعد للانتخابات سواء مجلس النواب ولا مجلس مجالس المحافظات وهل هم جره هذا بالعراق. شكرا جزيلا سيد ابو علي اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه ويانا السيد ابو عمر من بغداد تفضل يا ابو عمر حياك الله. حياك الله استاذ محمد رمضان كريم عليك وعلى قناه الرافدين والساده المشاهدين الكرام. اشكرك ابو عمر استاذ محمد اشكرك حياك الله استاذ محمد احنا نعرف انه بعد الاحتلال الامريكان ودخول العراق كانت اكو نسبه قليله من الفاسدين ومن زعماء الميليشيات اللي هم دخلوا العراق سووا حكومه وسووا وزارات وسووا مدراء يعني بوجودهم كثرة المدراء وكثرة القياديين وكثرة الأحزاب يعني كانوا نسبة قليلة يعني نعرف من المالكي وعمار الحكيم والخزعلي وكل هاي الميليشيات زعماء الميليشيات كثرتهم بالمدراء كثرتهم بالمنتسبين كثرتهم بابناء الحشد صالح البياض كل هاي صارت إلهم يعني ودعوا بأنهم خطوط حمراء وحسب ادعاء هادي العامري اللي يقول احنا اذا القضاة ما يتخذ موقف احنا ثاني يوم نروح نهدده فش تترجى من يعني من هيك زعيم ميليشيا يعني يتهدد قضاء العراقي والقضاء العراقي بالعالم كله ما يتهدد ليش؟ لانك وزارة داخلية هذا الحكي قبل زمان هسه اليوم القضاء عرضة للتهديد عرضة لان يشترى القاضي يبيع ضميره وذمته وقسم اللي أقسم في سبيل إحقاق الحق والعدالة كلها اليوم ماكو اليوم القضاء مسيس وفاسد بحسب الأمم المتحدة يعني بعدين احنا نجي لبقية التقارير مو مشكلة لكن من الأمم المتحدة فما دون من تقارير صدرت بشأن هذا القضاء تؤكد أنه فاسد ومسيس. نعم نعم استاذ محمد نعرف يعني المفروض عندنا بالعراق اكو من وزارات يعني مديريه الاستخبارات وزاره الداخليه لها هيبه فشتدرجه يعني وزاره الداخليه بيها فساد والناس الفاسدين نعرف قتله مثل جميل الشمري يعني من طلعت ثوره تشرين الطالب يعني اخراج محاسبه الفاسدين محاسبه القتله اللي قتلت ثوره تشرين المباركه فما بينوا عنهم زاد القمع أكثر وزاد التهديد وزادت الاعتقالات بهم دلالة على حتى أن وزارة الداخلية يعني بيها ناس فاسدين كثيرين صحيح. يعني حاربوا الشعب العراقي وقتلوا أبناء الشعب العراقي فاليوم طيب. كل المؤسسات اللي نعم. تحمل لأنه إحنا كوطنيين أريد بس أتناقش وياك بجزئية أبو عمر حتى لا نتوسع بالفكرة نعم. المتعلقة بالفساد في العراق لجنة النزاهة نعم. تقول وطبعا هذا الشيء أكيد المواطن العراقي لامسه بحياته اليومية تقول الفساد تحول في العراق إلى ثقافة عامة بعد 2003 لجنة النزاهة تتكلم عن أنه الفساد بعد ما كان ظاهرة في بدايات الاحتلال تحول إلى أسلوب حياة إلى ثقافة عامة اليوم في العراق يعني حضرتك تدخل إلى المؤسسة الحكومية تضطر تدفع رشوة إلى الموظف الفاسد حتى يمشي لك معاملتك لأنه راح يعرقلها إذا ما راح تدفع أو راح تعيش هاي المعاملة في دوائر الدولة فترة طويلة أو مثل ما تفضلت وزارة الداخلية بها كثير من المنتسبين الفاسدين اللي ممكن يأخذ رشوة حتى يعبرك من السيطرة رغم أنك مخالف اللي ممكن يأخذ رشوة في سبيل أنه يتبلى عليك وهكذا من هذه الأمور اللي أصبح بيها الفساد هو أسلوب حياة. هل دا تتأثرون أنتم اليوم في داخل العراق أبو عمر بالفساد الموجود في داخل الحياة اليومية أقصد اللي على تماس مباشر وياكم؟ أكيد أستاذ محمد يعني اليوم كل الشعب العراقي وكل مواطن عراقي متأثر اليوم المواطن يعني أبسط ما يكون من يسجل ابنه بالمدرسة بالابتدائية لازم تلقى المدير يأخذ من عنده ورقتين أو ثلاثة ورقات هذا دلالة على أنه بداية الفساد يعني تبدأ من وزارة التربية تروح للمستشفيات تروح كذلك نفس الشيء أكو دواء ما عندهم أكو علاجات ما عندهم إلا تروح من برا
فاذا كان العلاج موجود بالمستشفى لازم يكون عندك عرف من ضمن هاي الميليشيات اللي تشتغل بالمستشفى ويقدموا لك العلاج ويهتمون لك به. بس للاسف احنا كثير عندنا يعني نشوفها يعني نشوف رجال الامن موجودين ناس ما مسيطرين على الوضع، ناس كلها قايدتها الميليشيات ومنتسبين من الاحزاب في كل الوزارات. هاليوم احنا المواطن الفقير يعني نشوف بصعب الحالات، نشوف المخدرات اللي قاعدة تدخل، يعني من ضباط من يحاسبها، نشوف يعني الإعفاء ويتم إطلاق سراحهم. فكيف إنه نشاهد هاي الأمور ما ممكن إنه محاسبتهم. فللأسف اليوم المواطن العراقي يعني خارج يعني لا حول ولا قوة. نعم أشكرك أبو عمر. نعم شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركة. طبعا معروف عن جهاز الداخلية في معظم دول العالم أنه جهاز يعني ربما قد يكون من أكثر الأجهزة أو من أكثر المؤسسات في داخل أي دولة هي عرضة للفساد أو عرضة للتأثر بالفساد أو أنها تكون مؤسسة فاسدة، نظرا لأنها على تماس مباشر مع المواطنين، على تماس مباشر مع المجرمين مع الفاسدين. فطبعا هناك مغريات كثيرة يتعرض لها المنتسبون في هذه الأجهزة، وبالتالي وزارة الداخلية هي يعني ليست بمنأى عن الفساد في أغلب دول العالم، فما بالك في العراق الدولة المصنفة من أكثر بلدان العالم فسادا، فما بالك بالدولة التي توزع بها الولاءات وفق المحاصصة ووفق الأحزاب ووفق التقسيمات التي تم الاتفاق عليها ما بين كبار الفاسدين في الدولة، الضباط ولاءاتهم لأحزاب فاسدة، فكيف يمكن أن يعمل هذا الضابط بمنأى عن الفساد أو يعمل بشكل مستقل شفاف نزيه عادل بعيدا عن التأثر بهذه المفاسد؟ فجهاز الداخلية بالطبع يكون فاسد في العراق. أبو سمية من الأنبار تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الكريم، تصريح لجنة النزاهة عن وجود كذا عدد من الفاسدين مسؤولين وغيرهم هو في حد ذاته هو إدانة للجنة النزاهة نفسها. إذا كان هناك كذا عدد من الفاسدين أين الأسماء ولماذا لا يتم كشف أسمائهم واعتقالهم؟ نقطة أخرى، هناك كارثة في لجنة النزاهة. لجنة النزاهة يجب أن تكون مستقلة، وهنا الكارثة أن لجنة النزاهة هي تخضع للمحاصصة الطائفية. فأصبح معروفا عند الشعب العراقي أن الفساد عند حزب معين يمكن أن يتجاوز عنه إذا كان هذا الحزب لديه سلطة، أو ربما اختلف مع حزب آخر لديه نفس ملف الفساد. فأسكت عن ملفي وأسكت عن ملفك، وبالتالي يتم إخفاء الأمر وإهمال حق المواطن الذي يتأمل من جهة النزاهة أن تأخذ. طيب أنا أريد أن أسأل سؤال بشأن هذا الموضوع. محمد الشياع السوداني في بدايات حكمه تحدث وظهرت للعلن ما يسمى بصفقة القرن، صراحة مهزلة أن توصف هذه السرقة بسرقة القرن، لكن يعني هم أطلقوا عليه هذه التسمية من باب الضجة الإعلامية. المهم سرقة القرن، جاء المتهم وأودع بالسجن والنائب الفلاني تمت مصادرة أمواله وما إلى ذلك. بعدها ظهر السوداني وحضرتك شاهدت والعراقيين شاهدوا الاستعراض بمجموعة أكوام من الأموال، وقال بأن هذه جزء بسيط من هذه السرقة. ثم نتفاجأ بخروج نور الزهير من الحبس وتم تصفية الأمر مع النائب هيثم الجبوري، وبعد ذلك نور الزهير تم الفك عن الحجز على ممتلكاته وكأن شيئا لم يكن. فإذا كان هذا الشخص السوداني جاء بشعار محاربة الفساد، كيف يمكن أن يحاسب الفاسدين إذا كان قد أطلق سراح أحدهم؟ سيدي الكريم، صفقة القرن الفاسدة التي أعلنوا عنها وادعوا أنهم يحاربونها هي بنفس الوقت استخفاف بالشعب العراقي. كيف يظهر المجرم المتهم بأعظم صفقة فساد في البلد وكأنه قد مر على فندق، وكأنه قد مر في ضيافة يكلمونه فيما إذا كان أفطر أو عن احتياجاته، وكأنه ليس متهم وكأنه ضيف عليهم. سيد الكريم، الاستخفاف بالعراقيين وصل إلى مراحل
متقدمة ولا ضريبة ولا حساب على أي مسؤول إذا صرح وكذب لأن البلد سائح. وشكرا. شكرا جزيلا سيد أبو السمية من الأنبار. هو السؤال حقيقة أيضا يطرح لبعض العراقيين الذين يؤمنون بهذه الأحزاب وما تفرزه من حكومات وتشكله من حكومات. هناك البعض من يتوهم وينخدع بأن هذه الحكومة حكومة السوداني مختلفة عن سابقاتها، هذه حكومة خدمات، هذه حكومة صادقة بمحاربة الفساد، هذه حكومة جادة بالبناء والإعمار وتقديم الخدمات، هذه حكومة جادة بالمحافظة على أمن وأمان الشعب العراقي وحمايتهم من خطر السلاح المنفلت وحمايتهم من خطر الأحزاب والميليشيات وحمايتهم من خطر المافيات وتجارة المخدرات وكل هذه الشعارات التي رفعت من قبل هذه الحكومة. لما ننظر على أرض الواقع ونتابع التطبيق، هل يتماشى مع التصريح؟ هل يتماشى مع الشعار الذي رفع أو ما الذي تم ترويجه في الوسائل الإعلام كافة؟ نرى بأنه لا ينطبق، ربما إن انطبق فينطبق بشيء لا يذكر ربما حتى مقارنة بحجم المشاكل التي يعاني منها البلد. الفساد ومحاربة الفساد تبدأ بالرؤوس الكبيرة، إلى الآن لم نشاهد السوداني بطش بالرؤوس الكبيرة أو بحيتان الفساد كما وصفهم حيدر العبادي، إلى الآن لم نشاهد من وضع خلف القضبان من كبار الفاسدين وتمت محاسبته على هذا الأساس وظهر إلى الرأي العام في محاكمة كما ظهر بها صدام حسين، يوضعون خلف القضبان وتتم محاكمتهم وفق الأدلة والإثباتات والبراهين ويتم النطق بالحكم. إلى الآن لم نشاهد هذه المكاشفة للشعب العراقي، لم نشاهد هذه الجرأة بمحاسبة الفاسدين. وهو السؤال الذي يطرح، متى إذن سنشاهد بعد مضي أكثر من سنة ونصف على حكومة السوداني، متى سنشاهد رد فعل من قبل هذه الحكومة في سبيل القضاء فعلا على الفساد، محاربة الفاسدين، ويكفي هذه الشعارات التي شبع منها العراقيون ولم يعودوا يتأثروا حقيقة بهذه الشعارات المستمرة. وللتأكيد أيضا على حجم الفساد الموجود في العراق، لجنة النزاهة مرة أخرى أعلنت عن تمكنها من كشف 983 معاملة مزورة متعلقة بتخصيص قطع أراضي لشريحة الجرحى في محافظة الأنبار. 983 وثيقة مزورة أو معاملة مزورة بفعل الفساد طبعا وبمساندة ومساعدة الفساد في سبيل الحصول على قطع أراضي في محافظة الأنبار، يعني من أصل طبعا من أصل 1140 إضبارة معاملة فيها فساد تم صياغة وكتابة هذه المعاملة ووصولها إلى الدوائر المعنية عن طريق الفساد، الرشاوة والمحسوبيات وغيرها وأخذ حقوق الآخرين. تكشف النزاهة اليوم عن عثورها على هذا العدد من الإضبارات، وهناك أيضا ما تبقى منها 257 إضبارة هي قيد التحقيق. طيب هذا الكشف، نعم شخصنا المشكلة، أين الحل؟ أين المحاسبة؟ أين الموقف القانوني؟ أين الموقف القضائي؟ أين الخطوات الأمنية في سبيل إلقاء القبض على هؤلاء الفاسدين؟ خلونا نتابع رأي مواطن عراقي مشاهدينا من الداخل، تحدث أيضا عن رأيه بتقرير لجنة النزاهة المتعلق بعدد الفاسدين المشخصين من قبل الحكومة ومن قبل لجنة النزاهة، وأيضا رأيه أيضا بقضية الفساد بشكل عام أو يعني أزمة الفساد التي يعاني منها العراق عامة. خلونا نشوف. طبعا احنا العفو الوظيفة هي خدمة عامة، وهذه يشكل أي موظف ويشكل حلقة من حلقات الدولة، وطبيعة الدولة طبعا واجب الدولة هو تمشية أمور المجتمع، فضمن هاي القوانين الموجودة. فاللي لاحظة أنه المفروض أنه القضاء هو يكون الحاكم، وهذا وإحنا اللي نعرفه أنه البرلمان من واجباته، من أحد واجباته الثلاثة اللي هي واجباته هي تشريع القوانين ومراقبة الحكومة وإقرار خطة الموازنة. فمن واجب طبعا من واجبات الأساسية للبرلمان هو متابعة إجراءات الحكومة وتنفيذ
القوانين. فالبرلمان له هاي الصفة الثالثة. فالمفروض البرلمان حتى لما تصير هاي مثل ما تفضل ما يجب السؤال بأنه كثرة الفاسدين، فهذا البرلمان له دور أساسي يعني يتابع حتى الإجراءات اللي تتخذ بحق الناس اللي يجاوزون أو هم يعملون الفساد. وهذا اللحظة جدا ضعيف. طبعا الضعف هو ناتج عن شو نقول عليه هاي المحاصصة اللي دا تصير والتخادمية اللي دا تصير وعدم وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب. وبنفس الوقت المواطنة اللي عند المواطن لازم هي حقوق وواجبات. يعني حتى المواطن لازم هي لما يصير سرقة أو يصير فساد هو بالضرورة على حساب المواطن. فمن الضروري المواطن هم لازم يؤدي دوره بأخذ حقوقه حتى يؤدي واجباته بشكل صحيح. وشكرا جزيلا. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام. نكمل حديثنا في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين بشأن الفساد وتقرير لجنة النزاهة البرلمانية بشأن وجود أكثر من 14 ألف مسؤول فاسد في العراق، من بينهم 55 وزيرا تعاقبوا طبعا على إدارة وزارات ضمن حكومات الاحتلال المتعاقبة. معنا السيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح حياك الله. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام قناتكم الكريمه. طبعا الفساد احنا نعرف بالعراق الان محمي ضمن القانون العراقي والقضاء العراقي، وحتى لجنه النزاهه اللي تنزل تقارير ايضا هي يعني مشكوك بامرها، وهي اللي جاي تستر على هواي فاسدين اللي 50 هم الاف مؤلفه كلهم محميين من قبل الميليشيات ومن قبل الاحزاب. يعني ما شفنا اي فاسد من وزير او وكيل وزير او قائد او رئيس عضو بالبرلمان تحاسب بالقضاء العراقي على ونحكم بالسجن ابدا. طيب الكل محميين يعني على الاقل على الاقل خل تكشف اسمائهم للراي العام. ما يكشفون اسمائهم، مجرد يقول لك احنا على شبيك حكومه وجاي نشتغل وحسب السياقات والنزاهه والقضاء العراقي، لكن لكن الكل ملطخ ايده بالمال الحرام ومال والفساد. يعني احنا نشوف الاموال اللي جتنا من 2003 ولحد الان من النفط فقط هي اكثر من 2000 مليار دولار، وينها على واقع الارض؟ كلها مشاريع وهميه وفساد ومصارف اهليه تابعه الى احزاب وتهريب العمله الى سوريا بشار الاسد والى لبنان لحزب حسن نصر الله والى ايران والى الحوثي. وتشوف على الواقع العراقي والخدمات مرير. يعني الناس اللي جاي تعاني الامرين. يعني ما نشوف احنا هسه كمواطنين ما شفنا وزير تحاسب على هواي صفقات بوزارته مررت يعني استفادة من عندها بدون انشاء يعني مشروع او كذا. يعني ماكو اعمار، ماكو كل شيء. طيب انا اريد اسال سيد صباح، هسه ال 55 وزير احنا راح نستثني هذا الرقم هسه ال 14000 على جنب وناخذ منه ال 55 وزير اللي كانوا موجودين وتبوأوا مناصب وزاريه في الحكومات المتعاقبه. طيب غير المفروض ايضا رئيس الحكومه يحاسب؟
مو هو اللي وافق على ذول الفاسدين، مو هو اللي اجى بيهم حتى وان كانت محاصصة. مو المفروض هذه القوائم يتم اختيارها عن طريق رئيس الحكومة؟ طيب وما شفنا رئيس حكومة حاسب أستاذ محمد؟ إذا هو الوزير فاسد، رئيس الوزراء هو المسؤول عنه، هو المفروض يحاسبه وهو يقيله وهو يجيب شخص نزيه، لكن كل مجلس الوزراء هم تابعين إلى أحزاب وميليشيات، فما يقدر رئيس الوزراء يحاسبهم. كل من يفوق من يمه ويسكت على الثاني، اسكت وأنا اسكت، فهيك مشيها يعني. رئيس الوزراء أيضا فاسد، لو هو نزيه كان مشى وراء القضاء العراقي ويحاسب الوزراء اللي عنده اللي فشلهم في أداء. لعد ما شاء الله كلهم يطلعون في وسائل الإعلام يستعرضون إنجازاتهم وبطولاتهم ونزاهتهم وحياتهم المتقشفة والزهد اللي عايشين به وعايشين في إيجارات. لعد منو اللي ديبوق؟ منو الحرام هنا؟ هو من رأس الهرم الحرامي وانت نازل، من رئيس الجمهورية إلى الرئاسات الثلاثة إلى البرلمان العراقي إلى الوزراء إلى وكلاء الوزارة، لأن احنا ما جاي نشوف إنجازات لهم بالوزارات اللي استلموا الحقائب مالتها، ما عندهم أي إنجاز. وزارة الزراعة عاطلة عن العمل، وزارة الكهرباء أيضا، وزارة الصناعة، طرق الجسور، كل شيء ماكو. وزارة التعليم شنو اللي احنا انهضنا به بالتعليم التربية أو التعليم العالي؟ كل شيء ما عندنا. إذن الكل فاسدين. هاي القائمة اللي يحجون بها ويتبجحون بها 55 هم أكثر من 2000 بعد ما شكلت الحكومة بال 2004 يسموها حكومة. لحد الآن كل مجالس الوزراء كلها فاشلة. يعني تتوقع ال 14000 رقم قليل ويبتعد عن الحقيقة؟ لا 14000 حقيقة، هاي مو 5. لا أنا أقصد ال 14000 اللي ذكرتها لجنة النزاهة، الرقم أكبر منها رقم الفاسدين أو حقيقة أعداد الفاسدين؟ أكثر. إذا أنت تجيب الدرجات العليا من سفراء وكلاء وزارة ومدراء عامين ومدراء عامين وزارات الصحة، مدراء عام الموجودين بالصحة وبغير مكان، كلهم فاسدين. الكل مشترك في الكيكة اللي حكت فيها حنان الفتلاوي ويتقاسموها بيناتهم. هاي مقولة يعني مشهورة لحنان الفتلاوي، لكن هي حقيقة على واقعنا احنا هذا اللي جاي نشوفه. جاي يتقاسمون هاي ثروات العراق لهم من ضرائب واردات من نفط غيره، يحسبون المال لهم، وهم كانوا مضطهدين وكانوا معارضة وضحهم وجاي ينتقمون من المواطن العراقي. يعني اذا تيجي على جنوب العراق يعاني الامرين اسوأ حالة للخدمات من الغرب او الشمال. اذا انتم ما نجحت بغداد. طيب السؤال اذا الرأي العام اللي المحلي اليوم ربما يجمع أن الرقم اللي طلعت به لجنة النزاهة هو بعيد عن الحقيقة، لأن الرقم الحقيقي ربما قد يكون أكبر من هذا الرقم اللي أعلن من النزاهة بكثير. السؤال هو هل لجنة النزاهة أعلنت عن هذا الرقم كنوع من أنواع الابتزاز للفاسدين مثلا؟ يعني ذكر أحد الأخوة أنه هاي مساومات، أنه ترى اسمك موجود بالقائمة، إذا ما تدفع نعلنا يعني. وإلا لماذا لم يعلن رقم أكبر من هذا؟ معقول العراق بيبس دولة فاسدين؟ أستاذ احنا عندنا النزاهة يراد لها نزاهة. لأن كان من كان مشعان الجبوري بالنزاهة وطلع على التلفزيون حكاها بصورة يعني اللي موجودة، قال أنا أخذت 5 مليون دولار وسديت الملف، لأن هو هذا حرامي وهيج وهيج. فقيس هي هاي النزاهة اللي يطلع يحكي وما حد يحاسبه. فالنزاهة هي تستفز العالم وتأخذ من عندهم رشاوي في سبيل ما يذكرون الأسماء ولا يذكرون الأرقام الفاسدين بالحكومات العراقية المتعاقبة. أن أسماءهم، لأن أكو ناس مسنودين مستحيل النزاهة تذكر شخص تابع للعفائد او تابع لحزب الله العراقي او تابع لحزب الدعوه او تابع لاي حزب كان. النزاهه ما تقدر تجيب اسمه. اشكرك شكرا جزيلا سيد صباح من بغداد للمشاركه. مشاهدينا الكرام، بهذا اصل معكم الى ختام حلقتنا لهذا الاسبوع. اشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعه والى اللقاء.